في ظلال السيرة حين باعوا الفتى المدلل مات أسقف عمورية بعد أن أشار على سلمان بالتوجه إلى جزيرة العرب عله يدرك نبيا سيخرج ويهاجر نحو مدينة النخيل. لم يغادر سلمان مباشرة بل مكث في عمورية وقتا، وذات يوم رأى تجارا عربا فاهتز قلبه شوقا فاستوقفهم وقدم لهم عرضا فقال: احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي وغنيماتي هذه. قالوا: نعم. فانطلقوا به عبر بلاد الروم، تركيا فسوريا ففلسطين، ثم دخلوا الجزيرة فتوقفوا ببلدة ذات نخل يقال لها وادي القرى قرب تبوك، حيث ينتشر اليهود بانتظار النبي نفسه. رأى سلمان النخيل ففرح، لكن فرحته لم تكتمل. فسلمان الذي ضحى برفاهيته ودلاله بحثا عن التوحيد، وضحى بكل ما يملك بحثا عن هذا النبي المنتظر، يستعد الآن لدفع أغلى ثمن يدفعه إنسان. فوجئ بأولئك التجار العرب يغدرون به، يسحبونه كعبد نحو سوق الرق ليبيعوه. رضي سلمان بقدره، فهانت نفسه عليه في سبيل الله، وتشققت قدماه ويداه من الكدح دون مقابل. ربما تلوى من التعب والجوع يوما فتذكر فراشه الوثير، وتذكر طعامه الفاخر بين أمه وأبيه في فارس، فيعزيه مرأى النخيل بأمل لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمان روح شفافة تهفو نحو السماء، أمثاله لا يعرفون الحقد ولا تثقلهم الشهوات، ولا يبيعون دينهم بالدراهم والمناصب. تتطامن الهامات أمام قامته السامقة حين يقول: ظلموني فباعوني على رجل يهودي عبدا، فكنت عنده ورأيت النخل فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي، فبين أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بني قريظة فاشتراني منه فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي لها فأقمت بها. كانت أيام سلمان قاسية، وكان سيده اليهودي أقسى. شغله بالكدح عن السؤال عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يسمع عن بعثته حتى هاجر نحو قباء، وها هو اليوم يكحل به عينيه
ويقص حكايته بين يديه، فتدمع عيون إخوته الصحابة من حوله. قرر النبي صلى الله عليه وسلم تحريره فقال: كاتب يا سلمان. فنهض وكاتب سيده اليهودي، ثم عاد وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: كاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها مقابل حريته. فرح صلى الله عليه وسلم بما سمع، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكتف بالفرح، هتف بأصحابه محرضا كرمهم وقال: أعينوا أخاكم في ظلال السيف.